النهارده يعني يمكن كلنا لفت نظرنا مستوى كهربا، مستوى محمود عبد المنعم كهربا، الثقه الكبيره اللي النهارده بياخدها ماتش بعد ماتش، تصدره حاليا لجدول ترتيب هدافي بطوله الدوري الممتاز برصيد 4 اهداف. كمان عندك وليد سليمان، وليد سليمان اللي بينزل بكل تاريخه بيأدي المطلوب منه حتى ولو دقايق قليلة، بينفذ تعليمات الجهاز الفني، بيتعمل له ألف حساب وربنا يكرمه ويسجل هدف جميل جدا. النهاردة ده بيأكد إيه؟ بيأكد أن وليد فعلا زي ما بيقولوا يعني معاه شنطة الأهداف، وانه لاعب مقاتل فعلا وبيعشق هذا النادي وبيحارب دايما لحد اخر دقيقه. كمان اللي لفت نظري جدا في المباراه ديت المتميز جدا بدر بنون، اللي الحقيقه بقى صخر الدفاع النادي الاهلي الجديده لا غنى عنه، والمستوى الثابت اللي بيظهر فيه من وقت للتاني واكتساب الثقه، وخلاص يمكن خلاص بدر يعني اندمج مع زمايله بسرعه جدا وكانه بيلعب في الاهلي وفي مصر من فتره طويله، طبعا البركه في معلول يعني. فالحقيقه كل نجوم الاهلي كانوا نجوم كبار جدا في المباراه دي، واثبتوا ان هم فعلا ناويين على اللقب ال 43، مفيش تهريج من اول الموسم ما بدا، وان شاء الله الفريق يحقق الفوز يوم الثلاث ويواصل تصدره الجدول ترتيب البطوله. علشان كده احنا مش واقفين على ماتش اتلعب اول امبارح، يعني انت بتتكلم على ماتش، يعني بتتكلم عن لقطات مهمه جدا صحيح تخص المشوار ده طبيعي بتاع الفريق. يعني في ايجابيات كتيره جدا طبعاً. رغم الشوط الاولاني كان في قلق شويه، لكن في ايجابيات كتيره جدا زي ما اتكلمتي، كهربا هداف الدوري، بتتكلمي على بدر بنون اللي بيثبت كل يوم انه صفقه على مستوى عالي جدا صح. من هدوءه وتركيزه وقوته وسرعته وادائه الجميل. كمان بنتكلم على قفشه ازاي هو اللي بيربط نقط خط الوسط، وهو كان المايسترو وبيوصل الاهداف بشكل بشكل اكتر من رائع.